بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي الطلبة الكرام، محاضرتنا في هذا اليوم تخص جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 315 من قانون العقوبات العراقي. نصت المادة 315 من قانون العقوبات العراقي على أن الاختلاس هو إخفاء موظف أو مكلف بخدمة عامة مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته. ومن استعراض هذه المادة قد يقدح في البال أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 315 قد تتشابه مع جريمة خيانة الأمانة، حتى أن بعض الفقه قال أنها صورة مشددة لجريمة خيانة الأمانة. ولكن هنالك فرق ما بين جريمة خيانة الأمانة وما بين جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 315، إذ أن جريمة الاختلاس تقتضي أن يكون الجاني يحمل صفة معينة وثابتة، وهي أنه موظفا أو مكلفا بخدمة عامة. وأن جريمة الاختلاس تفترض أن يكون المال في حيازة الجاني الموظف بسبب الوظيفة، بينما في جريمة خيانة الأمانة أن المال كان بناء قد سلم إلى الجاني بناء على عقد من عقود الأمانة. ومن تحليل نص المادة 315 يمكن أن نستعرض أركان هذه الجريمة التي هي بلا شيء جريمة عمدية، فيجب أن يكون هنالك ركن مادي وركن معنوي في الجريمة، وهذه الأركان العامة التي تشترك فيها الجرائم، وكذلك هنالك ركن خاص وهو ركن صفة الفاعل. صفة الفاعل يجب أن يكون الجاني في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في في المادة 315 من قانون العقوبات العراقي يجب أن يكون موظفا أو مكلفا بخدمة عامة. وبالتالي فإن عدم وجود هذه الصفة لدى الجاني لا يمكن، والحالة هذه أن يكون هنالك مجال لتطبيق المادة 315. طبعا المشرع العراقي أشار أيضا إلى فئات معينة من الموظفين يمكن أن تقع منهم الجريمة ويعتبر ظرفا مشددا في هذه الحالة، وهم مأموري التحصيل والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارفة. ومأموري التحصيل هو كل شخص مكلف بتحصيل أو جباية أموال عامة أو غيرها بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات، كالموظف المختص بتسلم غرابات البلدية. أما المندوب المأمور هو مساعد المأمور، هو مساعد المأمور الذي يقوم بالتحصيل نيابة عن مأمور التحصيل، لكن هنالك شرط مهم وهو أن تكون له صفة عامة. الأمناء على الودائع يراد بهم الأشخاص المؤتمنين بسبب وظائفهم أو طبيعة عملهم على حوض الأشياء أو الأموال. أما الصيارفة فيقصد بهم الأشخاص المكلفين بمقتضى أعمال وظائفهم باستلام نقود أو أشياء أخرى لحفظها. هؤلاء بعض الأصناف. الاختلاس، لفظة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 315 قد يكون لها معنى مشترك مع جريمة أخرى. الاختلاس بصفة عامة هو أخذ مال الغير خلسة أو مخاتلة دون علمه ودون رضاه، أي أن هنالك معادلة معينة موجودة، أن المختلس الذي يمارس فعل الاختلاس يجب أن تمتد يده على مال مملوك لشخص آخر، وهذا المال المملوك لشخص آخر موجود في حيازة أخرى، عليه ف
فإن ألف عندما قام بفعل الاختلاس يقتضي أن تكون هنالك حيازتين مختلفتين، حيازة باء الذي تكون لديه الأموال موجودة لديه، فقام ألف بانتزاع وأخذ هذا المال مخاتلة عنه ودون إرادته. لكن ما يعرض هنا في المادة 315 أن معنى الاختلاس له معنى خاص يتناسب مع نص المادة 315 باعتبار أن الجريمة من الجرائم الماسة بالوظيفة العامة. يعني هنالك فرق ما بين الحيازة الموجودة عند هذا الموظف أو المكلف بخدمة عامة وما بين حيازة موجودة عند شخص آخر. أن الموظف أو المكلف بخدمة عامة بسبب الوظيفة التي كلف بها والتي قلد بموجبها تلك الوظيفة أعطيت بمناسبة وظيفته مجموعة من الأموال، وأصبح هذا الشخص حائزا لتلك الأموال، وبالتالي إن الأموال كانت في حيازته أصلا. الحيازة الموجودة لدى الموظف أو المكلف بخدمة عامة هي حيازة وظيفية تماما، الجاني عمد إلى تغيير هذه الحيازة من حيازة وظيفية إلى حيازة له شخصية، وبالتالي بمناسبة الوظيفة العامة ولأن الأموال سلمت له جراء وظيفته كأن يكون مأمور للتحصيل، كأن يكون مندوب، كأن يكون مسؤولا في وحدة الحسابات أو ما شاكل ذلك، فبالتالي هذه الأموال وجدت بين يديه بمناسبة الوظيفة، فعمد إلى إخراجها من حيازته الوظيفية ثم إدخالها في حيازته الشخصية. وبالتالي افترق فعل الاختلاس ومعنى الاختلاس ما بين الاختلاس المنصوص عليه بالمادة 439 من قانون العقوبات العراقي وما بين الاختلاس المنصوص عليه في المادة 315. الاختلاس المنصوص عليه في المادة 339 يقتضي أن يكون هنالك مالا مملوكا للغير عمد الجاني إلى الاستحواذ عليه مخاتلة وبدون علمه وبدون رضاه، يعني انتزع تلك الحيازة، حيازة ذلك المال. أما في جريمة الاختلاس فإن الموظف الجاني هو من كان يحوز تلك الأموال بمناسبة الوظيفة. هذه الأموال كيف سلمت إليه؟ طبعا سلمت إليه بمناسبة تقلده لتلك الوظيفة العامة، وبالتالي نرى أن بعض الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة قد لا ينطبق عليهم المادة 315، لأنه هنالك شرط أساسي على أنه يجب أن تكون هذه الأموال مما سلم إليه بعهدته. فإذا ارتكب موظف آخر عفوا جريمة أخذ الأموال العامة قد ينطبق عليه نص كما سيتم بيانه في المحاضرات القادمة. عليه يمكن أن يترشح من ذلك ما يأتي. أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 315 تقتضي هنالك أركان أساسية وشروطا أساسية. يجب أن يكون الجاني موظفا أو مكلفا بخدمة عامة. يجب أن يكون المال مما سلم إليه بسبب الوظيفة العامة. علاوة على ذلك يجب أن يتوافر لديه القصد الجرم، أن تنصرف إرادته إلى ارتكاب الفعل، يعلم بأنه يرتكب فعلا جرمه القانون،
يعلم أن هذه الأموال قد سلمت إليه بمناسبة الوظيفة العامة؟ تنصرف إرادته الصحيحة والسليمة والتي لا يشوبها أي لبس أو غموض أو أن تكون هنالك مانع من موانع المسؤولية الجزائية في حينها. عند ذلك تكتمل الجريمة المنصوص عليها في المادة 315 من قانون العقوبات العراقي. نقطة مهمة، هل يعتبر كل نقص لدى الموظف أو المكلف بخدمة عامة في تلك الأموال المودعة لديه بمناسبة الوظيفة قرينة على أنها على أن فعل الاختلاس قد وقع من قبله؟ هنا يمكن الجواب أن يكون بشقين. الأول، يمكن أن تكون هذه قرينة على أنه ارتكب جريمة الاختلاس. الشق الثاني من الجواب، قد لا يكون ذلك قرينة على أنه ارتكب جريمة الاختلاس. نبدأ من الشق الثاني، أن الموظف سي بحوزته أموال سلمت إليه بسبب الوظيفة التي يعمل لها، كأن يكون مديرا للحسابات أو مأمورا للتحصيل أو مندوبا له أو أحد الصيارف، ويجب عليه أن يكون لديه المبلغ الفلاني عند الجلد، وعندما تم له ذلك كان هنالك نقصا بالأموال بمقدار معين، لكن عند التدقيق والتمحيص وجد أن هنالك خطأ ماديا في احتساب الأرقام أو تنزيل تلك الأرقام أو في عمليات الجمع والطرح، وبالتالي عندما انتهت عملية التدقيق تبين أن المال موجود فعلا وأن المبلغ هو كامل وليس فيه أي نقص. عند ذلك هذا يعتبر لا تعتبر أنه جريمة اختلاس قد تحققت، وإنما كان هنالك خطأ ماديا. لكن عندما يظهر ذلك النقص ويعجز الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن إرجاع ذلك المبلغ أو تسديده، عند ذلك تتحقق تلك القرينة ويعتبر الموظف أو المكلف بخدمة عامة قد تحققت لديه جريمة الاختلاس. طبعا جريمة الاختلاس من الجرائم الخطرة جدا في إطار الوظيفة العامة، وهذا جريمة الاختلاس الموظف أو المكلف بخدمة عامة يستغل وظيفته في سبيل أن يجلب تلك الأموال ويحولها إلى حيازته الشخصية من حيازته الوظيفية. هذا ما يتعلق تقريبا وكملخص لمحاضرة جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 315 من قانون العقوبات العراقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.